السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حر حر، الجو حر مولع نار، نعمل ايه؟ في حاجة بقى هنتكلم عليها النهاردة اللي هو الانهاك الحراري. في حاجة فرق ما بين الانهاك الحراري والجليد الحراري وضربة الشمس، لازم نعرف نفرق بينهم. النهاردة هنتكلم مع بعضين عن الانهاك الحراري، وبعد كده هنتكلم عن ضربة الشمس او الجهاد الحراري، ولازم نفرق بينهم. طب احنا بنتكلم عن ايه؟ على الاسعافات الاوليه اللي عشان نشوف الجو الحر اللي احنا فيه ده. طب ايه هو الانهاك الحراري ده عشان نعرفه مع بعض؟ هو استجابه الجسم لفقدان كميه كبيره من السوائل والاملاح بسبب التعرق المفرط، وان السبب الاكثر شيوعا هو العمل او التمرين في ظروف حاره، كزي واحد بيمشي مسافات طويله في يوم شديد الحر زي الايام اللي احنا عايشينها اليومين دول كده، او مكان فيه سخن او فرن او غيره، مكان فيه اي درجه حراره عاليه. طب بيحصل الانهاك الحراري ده امتى؟ لما ترتفع درجه حراره الجسم لاكثر من 38 درجه مئويه. طب لا، لكن لو زادت عن كده ممكن، او العملية زادت سوء عن كده، فبنسميها بعد كده من بعضينا بنقول عليها ان هي ضربة شمس. ربنا يحفظنا جميعا. طب ايه هي، ما هي العلامات والاعراض المحتمله للاصابه بانهاك الحراري؟ ايه هي؟ اعرفوا منين ان ده انهاك حراري مش جهاد حراري ولا ضربة شمس؟ ارتباك ودوار، جلد شاحب متعرق، غثيان وفقدان شهية وقيء، نبض وتنفس سريعان وضعيفان، تشنجات في اليدين والقدمين والبطن. يمكن ان يقول المريض بقى بيقول، ممكن يقول لك ان انا حاسس ببرد كده وبرتعش، ولكنه تبسط هتلاقي جسمه كده اهوت سخن كده اهوت، وممكن جسمه بيلزق كده. دي من علامات اللي هو الاجهاد، او قصدي الانهاك الحراري، لان في فرق ما بين الجهاد الحراري، وقلنا نتكلم عليه ان شاء الله. يا ريت ما تنسوناش كده بلايك، لايك دوس لايك دلوقتي وانت بتتفرج على الفيديو كده اهوت، يا ريت اهم حاجه عشان ينتشر الفيديو، ونكمل مع بعض ايه العمليات دي بقيه اللي ان شاء الله الاجراءات الثانيه. طيب ايه هو الاسعافات بقى اللازمه للحاله دي لادهام اللي هي الانهاك الحراري ده؟ بيقول لك ناخد المريض الى مكان بارد، مكان كويس، ونحاول نشيل الهدوم الزياده اللي عليه، دي اول حاجه، وتحطه على الارض، تحطه على الارض في وضعيه هنشوفها مع بعضنا، يا ريت تتابع الصوره بتاعت الوضعيه دي. طيب وبعد كده بتدي المريض ده، بتحاول تديله جرعات من الميه، جرعات كده من الميه سريعه كده عشان يعوض النقص في الايه، في المياه اللي هو فقدها من خلال التعرق او العرق اللي هو عرقه. بتبتدي تديله ميه بس بواحده واحده كده، يعني ايه بالراحه، زي ما كده الرسول وصى انك تشرب الميه على 3 مرات وانت قاعد. كذلك برضو اللي هو الانسان اللي زي كده وصاب بجهاد بانهاك حراري، بتبتدي انك انت تسقيه جرعات من الميه. طيب بتحاول بقى تشوف ايه المساعده الطبيه، عشان خاطر لو ده ممكن ان هو ممكن يعني ده بيؤدي، ممكن تؤدي للوفاه للعمليه ديت، فانت بتحاول انك انت بعد كده تحاول انك انت تعرضه على طبيب برضه. طب اذا يعني تدهورت الحاله الى فقدان للوعي او غيره، فتحط المريض ده لحد ما تتصل بالاسعاف، تحطه في وضعيه الافاقه. ايه هي وضعيه الافاقه اللي احنا مع بعضينا عايزين نشوفها مع بعضينا؟ دي الوضعيه اللي اسمها دي وضعيه الافاقه. شفت الشخص ده نايم نايمينه ازاي؟ حاطط ايده كده هو تحت دماغه، ودي اسمها وضعيه الافاقه، اسمها وضعيه الافاقه. يا ريت نحفظها مع بعض كده، الوضعيه اللي احنا شايفينها دي مع بعض دي كده، عشان اي حاجه انسان اغمى عليه او انسان تعبان او اي حاجه، الوضعيه اللي مع بعض دي اسمها وضعيه الافاقه، وتبتدي انك انت تشوفه بيتنفس او لا. نتمنى السلامه للجميع، وهنكمل مع بعضنا ان شاء الله. اذا نجح هذا الفيديو هنكمل مع بعضنا ايه اجراءات الاسعافات الاوليه للجهاد الحراري في الجو الحر اللي احنا فيه ده، والانهاك الحراري وضربه الشمس مع بعضنا. يا ريت ما تنسوناش بدعمكم، وما تنسوناش باللايك، واتمنى السلامه للجميع.